معلش اخرت عليكم. نبدا فلوت شارت. طبعا مش عارف اشرح الفلوت شارت كلها، فانا هكتفي بالسبع امثله اللي موجودين في الكتاب، ست امثله عشان مثال رقم سبعة ده مش عارفه، ومثال كمان من عندي. تمام، نبدا باول مثال. add two numbers entered by user، عندي في رقمين مستخدم. تمام، نبدا بستارت. طبعا دي لازم نبدا بيها. بعد كده الشكل ده للانبوت او الداتا، فنقول له ريد ام والان لما الرقمين. تمام، قرينا الرقمين كده، عايزين نعمل لهم صم. ايش هو في السؤال؟ هو في السؤال في الكتاب مش كاتب، فمش عارف بس كاتبها صم، فهتبدو يلا نعمل لهم صم. نعمل صم للرقمين اللي اليوزر هيدخلهم. عملنا لهم صم، بعد كده نقول له ايه برنت صم. دي كده انت. طب دي طبعا من اسهل الامثله اللي ممكن تيجي وما فيهاش اي حاجه. تمام، برضه هنحفظ الشكل ده، الشكل ده بتاع البروسيس، والشكل ده الانبوت، والشكل دوت لازم نبدا بيه. تمام، عندنا تاني مثال. ده مثال ما فيهوش شغل خالص. تاني مثال، عايز يحسب المحيط مستطيل تقريبا، مش عارف محيط ايه، هو الطول والعرض والقانون بتاعه والبلنت وانت. خلاص تمام، تمام خلصنا كده المثال ده. خش على المثال التالت في الكتاب، يعني نبدأ نشتغل شوية هنا. يعني enter two number and output the larger number. هنضيف رقمين وعايزين نطبع الرقم الكبير اللي فيه. تمام، نبدأ. طبعا في مسألة شبه دي في الأسايمنت، ماشي، بس نضيف تلات أرقام بس، ما علينا يعني. دلوقتي نبدأ بستارت، بعد كده تو نمبر ام و ان. تمام، نقول له بقى لو الام اكبر من الان نحط الشرط. الديزيشن الشكل ده كان معين، ده الديزيشن نحط فيه شرط. الشرط بتاعنا ايه؟ لو الام اكبر من الان، لو يس برنت الام، ده الكبير ده الار، لو نو برنت ان، وفي الحالتين هننهي البرنامج. تمام، نعيد نقول من تاني. هنا دخل رقمين، هنا شاف حطينا شرط، ولو اتحقق الام وام اكبر من الان. تمام، لو يس الام اكبر من الان برنت الام، لو نو ما اتحققش برنت الان. تمام، اخر انت داخل المثال. تمام، بيج 3 draw a fruit chart to get a number from user and defend this if it is even number. ماشي، رقم معنا رقم، عايزين نشوف هو even number ولا odd number. تمام، نبدأ بستارت. بعد كده input، دخل ال m اللي هو الرقم m n اي حاجة مش هتفرق. تمام، بعد كده بقى هنا حط if، حط الشرط بتاعنا m لو الرقم ده باقي القسمة بتاعه لما نقسمه على اتنين، لو باقي القسمة بتاعه بزيرو طبعا هيبقى even number معروف، ده يس. لو مش زيرو هيبقى odd number. بس دي الفكرة. طبعا في ناس كتيرة مش فاهمة ايه دي. تمام، نقولها من تاني. الرقم ده لو ال m هنقسمه على اتنين، لو باقي القسمة بتاعه صفر هيبقى even number، لو اي رقم غير الصفر يبقى odd number. تمام، نخش على المثال اللي بعده. هنا print or integer numbers that are different. ماشي، هنا بقى حاطط لنا رينج. طبعا في المسألة اللي فاتت كان سابها لنا كده، مش حاطط لنا رينج. هنا الرينج بتاعنا من واحد لمية، من واحد لمية، وعايز يشوف كم رقم من الأرقام، كم رقم صحيح من واحد لمية بيقبل القسمة على سبعة. تمام، نبدأ ستارت. بدأنا بستارت نمبر، أولنا الرينج أولنا كام؟ وان، قايل لنا أهو. تمام، هدي كده تشوف لي آخرنا كام؟ مية. المية معانا صح. تمام، يبقى النمبر، شوف نمبر أصغر من أو يساوي مية. لو اصغر من او يساوي 100، او خلينا لو اكبر من 100 نو خلاص انت مش عايزه. تمام، لو بقى يس
شوف الرقم اللي طلع ده ما نقسمه على 7، باقي التقسيم بتاعه هيبقى زيرو. لو زيرو برنت ان ماشي معانا الرقم ده، خلاص كده كده بقى معانا رقم. بعد كده نرجع بقى هنا اهو، خلاص برنت ان طبعا الرقم اللي هو يقبل القسم على 7. نرجع هنا بقى ده اللوب، هنقول له ايه زود 1 على الرقم ان. لو مثلا لو نفترض الرقم ده 7، الرقم اللي طبعناه ده يبقى القسم على 7 اللي هو رقم 7 او 14 مثلا، رقم صرفناه ب7 زود عليه 1، زودنا عليه 1. بعد كده نرجع تاني بقى للشرط بتاعنا، شوف قلنا هنا 7 الرقم 8، التمانية اصغر من 100 يس. شوف الشرط بتاعه نقسمه على 7، باقي التقسيم بتاعه 0. لو نو لو ما يقبلش القسم على 7 نو هيزود 1 على طول، مش هيطبع هنا اهو. يعني التمانية ما بتقبلش القسم على 7 ف هيزود 1. بعد كده يرجع للشرط بتاع الشرط الاول، هيشوف ال طبعا زودنا 1 هنا بقت 9، هيشوف التسعة اصغر من 100 يس اصغر من 100، هيشوف تقبل القسم على 7 ولا لا، بقت تقسم اللي هو باقي القسمة بتاع 7 تمام. لو تقبل القسمة على 7 برنت الان، وهكذا بقى هيفضل لحد ما يوصل ل 101 وانت خلاص تمام. تمام جاي المثال ده، نخش على المثال اللي بعده. convert student exam، عايز يحول درجات الطالب لتقديرات تمام، ومدينا هنا مفتاح التقديرات من 90 لـ100 ايه، من 80 التقديرات دي تمام. نعملها ازاي؟ نبدأ بستارت، ادي كده ريد ديجري، ندخل الدرجة بتاعة الطالب ده، هنشوف لو الدرجة بتاعته أكبر من أو تساوي 90، لو يس برنت الايه اطبع لي ايه اهو زي ما هو مدينا هنا. بعد كده نزل الشرط اللي بعده، لو نو بقى نو نختار شرط تاني، شوف الدرجة أكبر من أو يساوي 80، لو يس اطبع بي اللي هي زي ما مدينا هنا، لو نو اطبع، لو نو خش على الشرط اللي بعديه. لو نو خش على الشرط اللي بعديه، أكبر من أو يساوي 70، لو يس اطبع سي، لو نو نخش على الشرط اللي بعده، أكبر من أو يساوي 60، لو يس لو يس اطبع دي نو خلاص برنت اف ده صح تمام. وهننهي نعمل اند، نوصل اند بكله تمام. ولا تاني على السريع كده، دخلنا درجة الطالب، بعد كده هنشوف درجته من 190 اطبع ايه، اكبر اصغر من 90، نشوف من 90 ل 80 اطبع بي، اصغر من كده شوف اكبر من او يساوي 70 اطبع سي، لو اقل من 70 شوف اكبر من او يساوي 60 اطبع دي، اقل بقى من كده اف خلاص تمام. ادي كده اند بقى نقفل. هنا بقى فيها شغل شوية، draw flow chart، عايز يعمل sum للأعداد الزوجية اللي من 1 لـ20 تمام. نسوي هنا نبدأ بستارت تمام، كده الأعداد عندنا في 0 والصم في 0، ما عندناش حاجة تمام. شوف بقى الكاونتر الأعداد، معلش ثواني برضو نحط بقى الشرط بتاعنا، نبدأ نشتغل. شوف لو الكاونتر ده أصغر من أو يساوي 20، لو يس ماشي نبدأ شغل. شوف لنا sum equal sum plus counter، يعني ايه؟ عندنا الصم دلوقتي فيها 0
والكاونتر فيها صفر، هيبقى كده صفر زائد صفر صفر. خلاص خلاص كده كده الصفر معانا، عدد زوجي نزود نرجع ده كده خلاص الصفر معانا هنا. نبدأ بقى نشتغل تاني الكاونتر، كاونتر بلس 2 يعني هنزود الكاونتر ده 2 2 تمام. نرجع بقى للشرط بتاعنا، الاتنين اصغر من او يساوي 20، يس اشتغل. كان عندنا في الصم صفر بقى كده ايه، صم زائد كاونتر صفر زائد 2 بقى كده معانا في الصم 2 تمام. نرجع بقى نزود في الكاونتر كمان 2، كان عندنا في الكاونتر قبل كده كام؟ 2 بقى كده 2 زائد 2 4. نرجع للشرط بتاعنا، الأربعة أصغر من أو يساوي 20، يس هنشتغل. sum equal sum زائد counter، كان عندنا في الصم 2، الكاونتر دلوقتي فيه 4 هيبقى كام؟ 2 زائد 4 يبقى 2 زائد 4 6، كان زود 2 وهكذا بقى دول شغالين. طبعا لو عدى بقى ال 20 خلاص فولس، مش عايزين برنت لا كده بقى خلاص، لو عدى ال 20 خلاص كده خلص برنت الصم وانت تمام. كده خلصنا فلوت شارت. طبعا معلش اخرت عليكم، لا استنى انا لسه هشرح البينر والديسيمال نمبرنج سيستم صح. تمام كده خلصنا الفلوت شارت، نخش بقى على النمبرنج سيستم والتحويلات. عندنا أربع أنواع، ديسم بيناري أوكتال هيكس ديسم باينري. في طريقتين اللي هو الديفايد، هو الطريقة بتاعت اللي احنا كل رقم بنجيب القص بتاعه، هنشوفها دلوقتي. أنا في أول طريقة لو عندنا رقم ديسيمال وعايزين نحوله لبيناري أو أوكتال أو هيكسا ديسيمال، هنعمل إيه؟ نستخدم طريقة الديفايد اللي هي دي. تمام نخش مثال، ناخد مثال convert the decimal 56 into binary، نحول الرقم ده decimal into binary. نعمل ايه؟ binary البيس بتاعه 2 تمام، يبقى هنقسم على 2. نعمل ايه؟ 56 على 2 تساوي كام؟ 28 تمام. طب عايزين نحط، عايزين نعمل، هنعرف بقى نعمل ايه دلوقتي في الريميندر. هنضرب 28 في 2، 28 في 2 كام؟ 56. طب ما تلاقينا نفس الرقم هنحط في الريميندر 0 تمام. نرجع بقى تاني 28 نشتغل تاني، نقسمها على 2 فيها كام؟ ال 14. طب عايزين نعمل، عايزين نعرف نحط كام في الريميندر؟ 14 في ال 2 تساوي 28 تمام. 14 في 2 تساوي 28، نفس الرقم هنحط 0. نرجع تاني نشتغل تاني، 14 على 2 تساوي 7، 7 في ال 2 تساوي 14، هنحط في الريميندر 0 برضه. 7 على 2 كام؟ 3.5، هنحط 3، مالناش دعوة بالنص ده، هنحط 3، 3 في ال 2، 3 في 2 6 ماشي، وهنا بقى عندنا 7. إذا كان ما طلعناش نفس الرقم هنحط 1 تمام. معنى التلاتة، التلاتة هنقسمها على 2 وهنحط 1، 3 على 2 مش عارف كام الصراحة، بس هنحسبها هتطلع 1 اللي هو أقرب رقم. 1 في 1 في 2 ب2، يبقى هنحط 1 برضه عشان 1 في 2 ومعنى 3 هنا، بس هنحط 1 تمام. 0 صفر على 2 كده خلاص، اخر خطوه بنحط فيها 1 هنا في البينري تمام. نكتبه ازاي بقى؟ كان المساله لسه ما اتحلتش، لسه ناقص نكتبه. نكتبه من تحت لفوق، تعال نكتب 1 1 1 0 0 0 تمام. ده كده من ده كده من ديسيمال للبينري. ناخد مثال تاني، طبعا كان المفروض انا اللي اكتب مثال اول وجديد يعني ما يكونش محلول كده، بس عشان الوقت يعني ننجز تمام، فكتبته جهزته دخلته عشان انجز وقت الفيديو ماشي. عايزين نحول الديسيمال انتو اوكتال، من ديسيمال لاوكتال.
اوكتال البيس بتاعه كام؟ 8. يبقى هنقسم على 8. هنا كنا بنقسم على 2 عشان الباين، ما هنا بقى هنقسم على 8. نبدأ 426 على 8 فيها 53. 53 في 8 هيطلع 424. تمام كده ناقصناها كام عشان نوصل لل 426؟ ناقصناها 2، هنكتبها في الريمايندر. تمام ادي كده 53 على 8، نشتغل تاني. 53 على 8 فيها كام؟ 6. 6 في 8 هيطلع 6 في 8 هيطلع كام؟ 53 هيطلع 48. 48 ناقص 53 هيبقى معانا 6، معانا 5. تمام نرجع وقفنا عند 6، نقسم على 8 مفيش كده خلاص 0. خلصنا. اول رقم عندنا هنا كام؟ 6، هنكتبه اخر رقم اللي 6. تمام زي ما اتفقنا هنكتب من تحت لفوق 6 2 5، لا 6 5 2. خلي بالكم دي نكتب من تحت لفوق. تمام كده خلصنا من ديسيميل لبينري، من ديسيميل للاوكتا، نخش بقى من ديسيميل لهيكسا. هيكسا ديسيميل البيس بتاعه كام؟ 16. يعني هنقسم على 16، 390 على 16 فيها 24. 24 في 16 الرقم اللي هيطلع هنتراحه من 360 هتبقى لنا 6. تمام 24 على 16 فيها 1، 1 في 6، 1 في 16 ب 16، 16 هنطرحها من 24 هيطلع لنا 8. تمام اذا اتفقنا اخر رقم هيتكتب 1 اهو. ماشي هتكتب ازاي؟ من تحت لفوق اهو، 1 8 6. تمام طبعا في الرقم ده كده ده مثال، ده كده حاجات حلوة. انتوا بقى مثال صغير كده الرقم ده ديسيمال وهنحوله لبينري اوكتال وهكسا ديسيمال، يعني هتعملوا الشغل التاني. ولو حد ما عرفش يعملها يجيلي وانا اقوله الناتج اللي يعملها ازاي، والناتج بتاع كل حاجة هيبقى ايه. تمام في بعدها ايه؟ البينري للديسيمال. تمام البينري للديسيمال هتعمل ازاي؟ هنبدأ هنحط أس، يعني هنمسكهم كده. هنا كام؟ 8 أرقام. تمام هنحط تحت رقم أس، بس طبعا أنا هنا مش عارف أكتبها، بس هنحط تحت رقم، تحت كل رقم أس، وهنبدأ بالزيرو. يعني هنبدأ كده من هنا، من هنا، وهنبدأ بأس زيرو. يعني هنا هنكتب زيرو، بعد كده 1 2 3 4 5 6 7. تمام كتبناها كده للقص بتاع كل واحد او الباور. نيجي بقى هنا نشتغل، هنا نضرب 1 1 في 2 قص باور 7، قص 7. تمام اول رقم بلس، هنخش على اللي بعده. معناها كام هنا؟ 1 زائد 1 في 2 قص 6 زائد اهو 0 2 أس 5. تمام زائد وهكذا وهكذا وهكذا، هنحط كله على الآلة هيطلع لنا 210. تمام في ايه تاني؟ من البينري للأوكتال. ده بقى اللي ما تشرحش في السكشن ولا في الدكتورين شرحه. تمام بس انا برضو هو موجود في الاسايمنت فهقوله برضو احتياطي. تمام ودي نفس المسألة اللي في الأسايمنت كمان، من البينري لأوكتال. هنعمل اللي بقى من البينري لأوكتال. السؤال أهو، ده البينري اللي عايزين نحوله لأوكتال. هنمسكه هنقسمه تلاتات، من اليمين كده للشمال هنقسمه تلاتات. يعني هنا 100. تمام أدي أول تلاتة، بعد كده
واحد واحد زيرو، تاني تلاتة. جينا بقى في آخر تلاتة واحد، هنعمل ايه؟ عايزين نقسم، لازم تتقسم تلاتات، فهنكملها بصفار. كملنا بصفار هنا، ونعمل نفس الطريقة اللي كنا بنعملها هنا بتاعة الأسس باور. تمام، هنيجي تحت الواحد هنا هنكتب زيرو، تحت الزيرو ده هنكتب واحد، تحت الزيرو ده هنكتب اتنين، وهكذا. دي كان نضرب. طبعا الرقم الصغير دوت ده يعتبره باور، يعني عشان مش عارف اكتب باور هنا الصراحة. تمام، صفر في اتنين أس اتنين، بعد كده صفر في اتنين أس واحد، واحد في اتنين أس صفر، آخر رقم هيطلع لنا واحد. وهكذا بعد كده في دي، بعد كده هنشتغل على دي، يطلع لنا الرقم ده 134. تمام، بعد كده في ايه؟ في البينري للهكسا ديسم ده برضو، دي برضو موجود، ما اتشرحتش بس موجودة في الاساينمنت برضو هقولها. تمام، بس طبعا هتاخد وقت مني، وخلاص يعني الساعة 7 تقريبا، وهننجز يعني عشان ننجز في وقت الفيديو. حلوة برضو انت كمان. بس هنا بقى في حاجة، من البينري للأوكتال كنا بنقسم رقم تلاتات. تمام، البينري للهكسا ديسيمال هنقسم أربعات. تمام، وهنكتب برضو تحت كل أربعة برضو هنكتب الباور بتاعها، بتاع كل رقم هنكتب الباور بتاعه، واللي هيطلع هي واللي هيطلع نكتبه. تمام، طبعا ده الهكسا ديسيمال معانا من زيرو لستاشر، البيز بتاعها ستاشر، بس بعد التسعة بيبقى أرقام، يعني العشرة بتساوي الإيه؟ دي 11، دي 12، دي 13، دي 14، دي 15. تمام، طبعا في نمبرنج سيستم ده قلته بسرعة كده سريع، وإن شاء الله هعمل فيديو تاني عشان داخل معانا في الفاينل برضو. هعمل فيديو بقى بالتفاصيل كل نوع وكذا إكزامبل، ونحله برضو مع بعض. تمام، وكان ناقص حاجة تانية كده. والسؤال 348 ديت حلوها، ده تدريب يعني، كنوع تدريب يعني وكده. وهنحولها دي ديسم، هنحولها بينري واوكتال وهكسا. تمام، اي حاجه وقفت قدامكم هاتوها بسرعه، هاتوها لي. تمام، ماشي، خلصت.